جلسة للأمم المتحدة وكلمات لعدة دول، أبرز طبعا الموقف السوداني الذي شدد أن السودان تؤكد أن ما يجري هو شأن داخلي ولن تقبل بأي ضغوط خارجية. اليوم لماذا هذا التكرار في هذا الموقف بأنه شأن داخلي وليس هناك مجال لأي ضغوط من دول الخارج؟ هناك مخاوف فعلا لدى العديد من الأطراف السودانية. بدأنا نرى أنه كانت هناك انتقادات مثلا من عدد من المنظمات المدنية السودانية للدول الغربية التي في نفس الوقت الذي قالت بأنها تريد الانتقال إلى حكم مدني وتدعم العودة إلى الحكم المدني، إلا أنها أيضا في نفس الوقت سهلت موضوع الاستمرار السيطرة العسكرية أو أعطت العسكر في السودان الصلاحيات والسلطات للإشراف على العملية الانتقالية. ثم رأينا بعد ذلك أن هذه ربما قد تكون حسب آراء هذه المنظمات وهؤلاء الأشخاص السودانيين بأن هذه هي أحد الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها الدول الغربية. طبعا هناك أيضا من يرى النظرية أو يؤمن بالنظرية التآمرية إلى حد ما، ولكن أعتقد أن هذه جزء من الأمور التي تقلق السودانيين. السودانيين قلقين أولا أنه هذا الانفجار السريع الغير متوقع في الوقت الذي كان تتحدث فيه الأطراف عن عملية انتقالية للسلطة وعن إمكانية حل القوات الدعم السريع ودمجه بالجيش، إلا أننا في نفس الوقت رأينا وبسرعة كيف تطورت الأمور وتصاعد الصراع وأصبح دمويا وشرسا، وبالتالي وجد السودانيون أنفسهم في وضع صعب، ولذلك فهم يعتقدوا بأن التدخلات الخارجية قد لا تساعد فعلا، لأنه حتى الآن على الأقل كل ما يسمعوه حسب ما يقوله هو أنه يجب وقف إطلاق النار، يجب العودة إلى الحوار. السؤال، هل هناك قوة قد تحاول التدخل في السودان عسكريا أو الضغط يعني قبل الحديث عن أي تدخل عسكري؟ ربما أشار طبعا المندوب السوداني أيضا في كلمته إلى أنه الحلول يريدونها أن تكون إفريقية وأنها تعمل اليوم مع دول الإيجاد لإيجاد حل. هل برأيك هناك فرصة لهذه الدول الإفريقية اليوم، ربما أيضا الاتحاد الإفريقي، لإيجاد خرق في الاشتباكات وفيما يجري على الساحة السودانية؟ فعلا هذه نقطة مهمة. أولا الدول الأفريقية ترغب في أن يكون هناك حل، وحتى عرض بعضهم وبعض القادة الأفريقيين الذهاب إلى الخرطوم مع بدء انفجار الصراع فيها، ولكن في ذلك الوقت يبدو أن الوضع الأمني لم يكن يسمح بذلك وتم تأخير أو تأجيل ذلك، ولذلك ولكن لا أعتقد أن هناك أي دولة حتى الآن قادرة على أو مراغبة في التدخل لكي تفرض طرف وتساعد طرف على طرف آخر. ما نسمعه الآن من مثلا من الولايات المتحدة، من بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي، من الدول الإفريقية، من الروس، من الصينيين، أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، يجب أن تكون هناك هدنة، يجب أن يكون هناك عودة للحوار. كان هناك في الآونة الأخيرة بعض الأنباء التي تحدثت عن خطة عربية غربية ربما بدعوة الجنرالين ديغالو والبرهان إلى السعودية والجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات، ولكن لا نعلم مدى دقة أو صحة هذه المعلومات. وهذه تظهر أنه حتى الآن يبدو أنه لا أحد لديه الرغبة أو القدرة للدخول في هذا الصراع الداخلي، وإن كانت هناك بدأنا نرى بعض الضغوط التي تقوم بها وتمارسها بعض الدول على الطرفين، وهناك كما رأينا أيضا تحرك بعض التحركات العسكرية في المنطقة، وهذه ربما ما يقلق خاصة الأفريقيين الذين يعتقدوا بأن الحل يجب أن يكون سوداني سوداني، أفريقي أفريقي أولا، وبعد ذلك ربما قد تساهم بعض الدول الأخرى في المساعدة على التوصل إلى نوع من التسوية الداخلية. نعم دكتور إدمان، بالمشهد الآخر والمقلب الآخر، العيون شاخصة الآن على عمليات الإجلاء التي تقوم بها مختلف الدول الذي لديها رعاية داخل السودان اليوم. هل الإجلاء وعمليات الإجلاء هذه تؤشر بشكل ما
إلى معلومات ربما أو خيبة أمل لدى المجتمع الدولي من إمكانية وصول إلى حل قريب. بالتالي نحن أمام تصاعد للاشتباكات بعد انتهاء الهدنة وعمليات الإجلاء. فعلا هذا ما تفضلت وشرت إليه الآن، هذا ما يخشاه الكثيرون، وهو أن حتى الآن لا يبدو أن أي من الطرفين قادر على الحسم والسيطرة على البلد، وفي نفس الوقت لا يبدو أيضا أن أي من الطرفين راغب في العودة إلى طاولة الحوار. المجتمع المدني، المنظمات المدنية تجد نفسها في وضع صعب، وإن كان هناك بعض المحاولات من قبل هؤلاء ومن قبل بعض الشخصيات للتواصل مع الجانبين لتهدئة الأمور، ولكن يبدو أن القيادتين العسكريتين تنظران إلى هذا الصراع على أنه صراع وجودي بينهما، وبالتالي فهم غير مستعدين لتقديم التنازلات، لأنه يعتبروا أن الجلوس على طاولة المفاوضات هو نوع من التنازل والتراجع لنفوذهم، وبالتالي فأن هذا الذي الخطر الذي يهدد ما يجري في السودان، والخطورة أيضا ليست فقط احتمال حدوث تدخلات خارجية أو دعم خارجي لهذا الجانب أو ذاك، بل أيضا أنه مع استمرار الصراع هذا ما يقلق عدد من السودانيين الذين تحدثت معهم في الآونة الأخيرة، أنه في هذا الصراع قد يتوسع وينتشر إلى مناطق أخرى داخل السودان، فالسودان فيه مكونات عرقية أثنية قبلية مختلفة، بعض هذه المجموعات قبلية مسلحة، وبالتالي فأنه إذا لم يستطع أي من الطرفين الحسم أو الجلوس على طاولة المفاوضات فهذا قد يدفع أطراف أخرى لمحاولة أيضا الاستفادة و التدخل للحماية ما ترى بأنه مصالحها أو مصالح قادتها، وفي نفس الوقت هناك الخطر الآخر هو أنه على الرغم من التصريحات للدول الكبرى فأن أفريقيا والسودان هي من بين الدول والمناطق التي يوجد تنافس عليها من ناحية بين الدول الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية والصين وروسيا من ناحية أخرى، وهذه طبعا قد تشكل تهديدات على إمكانية التوصل إلى تفاهمات، وتعيدنا أنه في الوقت الذي بدأنا نرى فيه نوع من الانفراجات على الساحة العربية الساحة الإقليمية الشرق أوسطية، إلا أننا الآن نرى أن الصراع انفجر في منطقة أخرى عربية أفريقية. دكتور إدمون، طبعا المخاطر كثيرة، اليوم نتحدث عن مخاطر إنسانية، عن مخاطر لها علاقة بعدد القتلى المرتفع، ولكن برز اليوم خطر جديد وهو التفلت الأمني الذي تمثل بفتح السجون، بهروب البعض وهروب اليوم أحمد هارون المسؤول السابق في نظام البشير. إلى أي مدى هذه الحادثة اليوم، حادثة الهروب، هي مؤشر خطير تؤشر إلى عودة ربما فلول النظام، إلى إعادة هيكلة هذه المنظومة التي يخشى الكثير عودة إلى الحكم؟ فعلا هذا ما يقلق من ناحية القوى المدنية وما يقلق الجنرال ديالو وأنصاره، وذلك لأنهم يعتقدوا بأن هذه كانت عملية مدبرة إلى حد ما للإفراج عن هؤلاء السجناء. هناك من يعتقد أنه كان هناك هروب، هناك من يفسرها على أنها كانت محاولة إنسانية لأن هؤلاء بدأوا يفقدوا الماء والغذاء، ولكن هناك مخاوف حقيقية من أن هذه قد تعيد التكتل القديم، وخاصة بعض القوى التي كانت تدعم الرئيس السابق عمر البشير، وله الذي له لا يزال له أنصار وأتباع، وبالتالي هذه أيضا قد تزيد من مخاطر توسع الصراع وانتشاره في السودان.